في مجموعة من المؤسسات التعليمية. اتخذت الوزارة عدة تدابير لتحقيق الملائمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم هذه السنة. وقد وضعت الوزارة واحد الخطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي وتنظيم التربوي للتعلمات اللي شرف عليها على وضعها واحد الفريق تربوي فيه واحد العدد ديال المفتشين المواد الدراسية للمستويات الإشهادية. وهذه الخطة هي مبنية على مبدأين. المبدأ الأول أو ثلاث مبادئ. المبدأ الأول هو التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي. المبدأ الثاني هو تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ لا من القطاع العمومي مع القطاع الخصوصي والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة وفي اجتياز الامتحانات المدرسية مع إعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية. والمبدأ الثالث هو استحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ. وفي هذا الإطار تم اتخاذ خمسة ديال الإجراءات لتدبير الزمن المدرسي. الإجراء الأول هو تمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية بأسبوع. وفي الحقيقة تحكم في تحديد السقف الزمني لعملية تمديد مجموعة من المحددات الأساسية، ولكن من بينها وما هو مهم هو مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا لا الوطنية ولا الدولية. الإجراء الثاني هو تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة، وكذلك على تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفايات الأساس. فبالنسبة للتعليم الابتدائي سيتم التركيز على تحصيل تعلمات الأساس وعلى الأهداف التي لها ترابط بالتعلمات اللاحقة، وكذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد الزمن تعلم. وبالنسبة للسلك الثانوي سيتم العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية المتكاملة من الناحية المعرفية وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات وحصص تطبيقية المنهجية لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلمات. وهذا في حق اعتماد سياق التخفيف والتبسيط والمرونة اللي غتساعد باش نربحوا في تنزيل الزمن المدرسي. الإجراء الثالث هو تعزيز آلية الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية. كما سيتم فسح المجال للأساتذة لإنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها للراغبين في ذلك خلال فترات العطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينة، وكذا خلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع. الإجراء الرابع هو مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، وذلك من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة. كما تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع
مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية. والإجراء الخامس هو النجاعة التربوية في عملية التنزيل من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدة، وذلك بمراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديدكتيكية المعمول بها في المنهج الدراسي. كما ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية. تلكم هي الإجراءات، أهم الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة في ضمان ما تبقى من الزمن المدرسي، ضمان استفادة التلاميذ من المقرر المخفف في الأشهر القليلة القادمة.